كيف ما تلاحظوا انا درتكم هنا واحد الفرق بين هاد لي سيركوي بالنسبه لهذه السيركويه اللي زولناها من الميني باف ديالنا دي مخدامه هاد السيركويه هادي وقع فيها المشكل. هذا هو الرقم ديالها ريفيرنس عندك 8002 دي ال اش 0918 بالنسبه هذه الشيما ديال السيركوي كيفاش كتكون. عندها واحد ثقب هنا اللي سبقت لي وذكرت لكم هذا كيوجه كيعطيك التوجه ديال هذا السيركوي كيفاش خص يتم التركيب ديالها في لاكارت ميغ. بالنسبه للسيركوي الثانيه اللي خدمناها في لاباف ديالنا 8002 1033 كما تلاحظوا هنا ما كاينش دي في هذه الحاله ما كاينش دي يعني بان كنخدموا على هذا الرقم ديال 8002 بلا ما ندقوا في الارقام الاخرى حيت 8002 بالنسبه للبوزيسيونمون ديال السيركويات يكون مضبوط هو هذاك. هذه السيركوي هذه خدامه غادي نشوفوا التيست ان شاء الله من بعد ما قمت انا بالتغيير ديال لي سيركوي. الشباب هنا واحد النصيحه لي سيركوي اللي قمت بالتغيير ديالهم لان هنا في هذه الحاله ما يمكنلكش تقوم بالتغيير ديالهم عن طريق الكاويه العاديه. هنا في هذه الحاله تنقوموا بالتغيير ديالهم بواسطه ليرشو. راه الاخوان الشباب كلكم راه كتعرفوا ليرشو شنو كنديروا بها. غادي نشوفوا التيست دابا ان شاء الله غادي نشعلوها شوفوا بسم الله على بركه الله. كما تلاحظوا ريدي مود راه شعلت في هذه الحاله. هذا الراديو نمشيو للبلوتوث. دابا السيركوي خدام بشكل جيد. هنا البلوتوث كما تلاحظوا هذا راه البلوتوث كونيكت بالبلوتوث. فهاد الحاله كدير كارت ميموار بحال دابا انا بغيت ميوزيك كدير لا كارت ميموار فيها الموسيقى وكتخدم وكتخدمها في هذا الاتجاه هذا الاول ديال ام بي 3 وانا تبقى تزيد وتنقص. في هذه الحاله الاخوان كنتمنى هذا الفيديو كان يكون نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله في هذا الفيديو اللي درته. وكنتمنى ان شاء الله دائما نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد لكم. وما تنساوش ديروا جنب لي فيديو ديالي ان شاء الله والجديد ان شاء الله جاي قريبا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.